السلام عليكم ورحمة الله، معكم عبد المجيد شلتو، أستاذ اللغة الإنجليزية للصف الثامن من التعليم الأساسي. نأخذ مع بعض درسنا اليوم يونت 7 بيج 77 in your course book. بيج 77 your course book. Listen to warnings to children. Warnings to children. Warnings to children, it means التحذيرات أو تحذيرات للأطفال. Section A. Talk about the pictures and work out the meaning of the new words. Talk about the pictures and work out the meanings of the new words. نشوفوا مع بعض البيكتشرز هنا اللي عندنا زي ما نشوفوا فيها. كل بيكتشر نبوا نعرفوا على شن تحتوي أو على شن تعبر بالضبط. عندنا بيكتشر نمبر 1 broken glass. Broken glass. زي ما نشوفوا فيها هنا glass it means كأس. Broken يعني مكسورة، كأس مكسورة. عندنا picture number 2 matches. Matches اللي هي عيدان الثقاب زي ما نشوفوا فيها هنا. Picture number 3 medicine اللي هو الدواء. Picture number 4 plastic bags أو الأكياس البلاستيكية. Picture number 5 knives سكاكين. Picture number 6 pool اللي هو swimming pool يعني حوض سباحة. Section B. Now answer the questions. نشوف الأسئلة ونحاول نجاوبها مع بعض إن شاء الله. All the things in the picture can be dangerous for children. All the things in the pictures can be dangerous for children. يعني قال لك هنا all the things in the pictures هنا يعني كل الصورة هنا زي ما نشوفوا فيها الأشياء هذه هي يمكن أن تشكل خطر على الأطفال. يعني الأشياء هذه كلها زي ما نشوفوا فيها هنا ممكن ان هي تشكل خطر على الاطفال. Which ones can make them sick? Which one can make them sick? يعني اي وحده يمكن ان تجعلهم مرضى. Which ones can make them sick? اي وحده يمكن ان تجعلهم مرضى زي ما نشوفوا هنا شنو هو الشيء اللي ممكن ان يخلي الاطفال children يخليهم sick مرضى يعني. زي ما نعرفوا هنا الميديسن، الميديسن الشيء لما ناخذوه ميديسن بدون استشارة طبيب يخلي الأطفال يخليهم في حالة مرض. فهنا عندنا ميديسن هي الشيء اللي يخلي الأطفال مرضى أو can make them sick. Can hurt them badly. Can hurt them badly. شنو هو الشيء من خلال البيكتشرز هنا شنو هو الشيء اللي ممكن يجرحهم بشكل سيء badly. بعد هنا اللي هو adverb حال تعبرنا انه هو بشكل سيء حاله بشكل سيء زي ما نشوفه هنا can hurt them badly عندنا broken glasses can hurt them badly يعني الزجاج المكسور او الاكواب المكسوره هنا زي ما نشوفه فيها ممكن ان تجرحهم بشكل سيء او تجرحهم بشده so عندنا broken glasses here and knives too knives حتى هم يمكن ان يسببوا جروح can hurt them badly أو can hurt children badly يعني يمكن أن تسبب جراح خطيرة أو جراح سيئة للأطفال عندنا knives و broken glasses can kill them شن هي الأشياء اللي ممكن أن هي تقتلهم زي ما نشوفوا فيه ممكن هنا plastic bags هنا ممكن تسبب اختناق وممكن تسبب في قتلهم كذلك knives و broken glasses لكن أكثر شيء هنا زي ما نشوفوا اللي هم plastic bags and knives can kill them يعني ممكن أن تسبب القتل لهم اللي هم plastic bags عن طريق عملية الاختناق والknives عن طريق إنه هي ممكن can kill them يعني ممكن إن هي تقتلهم making references reflexive pronouns هنا في قاعدة اليوم اللي هي reflexive pronouns أو الضمائر العكسية زي ما نعرفها she hurt نشوف الاكزامبلز هنا مع بعضنا she hurt herself with a knife she hurt herself with a knife الجملة هذه شو معناها she عندنا البروناون أو السابجكت اللي هو الفاعل وفي نفس الوقت هنا عندنا الأوبجكت هو يعبر على نفس الشخص يعبر عليها هي نفسها so هذا هو الضمير التعاكسي أو الضمير الريفلكسيف بروناون لما نتكلم على الشخص نفسه بدون من نعاوده مرة ثانية نذكره البروناون
او نذكره السابجكت، او لما يكون السابجكت والاوبجكت في السنتنس نفس الشيء او نفس الشخص فنستخدمه ريفلكسيف بروناونز. شي هيرت هيرسيلف، هيرسيلف تعبر عليها هي نفسها، تعبر على شي. سو ما نبوش نقولوا شي هيرت شي، نو، شي هيرت هيرسيلف، هيرسيلف ات مينز نفسها هي. شي هيرت هيرسيلف وذ ا نايف، يعني هي جرحت نفسها بالسكين. شي هيرت هيرسيلف، شي هيرت هيرسيلف، يعني هي جرحت نفسها، نتكلم عليها هي. هي السابجكت يعني الفاعل اللي هي قامت بالفعل، وفي نفس الوقت هي المفعول به او هي اللي تلقت الفعل. سو شي هيرت هيرسيلف، شي تعبرنا على السابجكت اللي هي الفاعل شي هي، وهيرسيلف تعبرنا عن المفعول به او الاوبجكت اللي هي نفسها. شي هيرت هيرسيلف وذ ا نايف. هي بيرنت هيمسيلف وذ ا ماتش، هي بيرنت هيمسيلف وذ ا ماتش. نفس الشيء هنا استخدمنا ريفلكسيف بروناون، لماذا؟ لان عندنا السابجكت والاوبجكت نتكلموا على نفس الشخص، هو حرق نفسه بماتش اللي هو عود الثقاب. He burnt himself with a match، زي ما نشوفوا فيه ماتش هنا هو عود الثقاب او لوجيد زي ما نقولوا فيه. He burnt himself with a match، He burnt himself with a match، يعني هو حرق نفسه. هنا لاحظوا السابجكت اللي هو هي، الشخص اللي قام بالفعل يعبر عليه البروناون ضمير اللي هو هي، هو He burnt himself، himself يعود عليه هو نفس الشيء، يعني هو حرق نفسه، هو حرق نفسه with a match، بعود الثقاب. He burnt himself with a match. نجول الجملة اللي بعدها I taught myself English، I taught myself English. taught هنا بمعنى الباست تنس للفعل teach، الباست تنس للفعل teach، يعني أنا علمت نفسي اللغة الإنجليزية. I taught myself English، I taught myself English. لاحظوا أن السابجكت اللي هو I يعبر علي أنا، taught يعني علمت، الباست تنس للفعل teach، myself يعود علي أنا الأوبجكت اللي هو الشخص اللي تلقى الفعل أو المفعول به، يعني أنا علمت نفسي اللغة الإنجليزية. I taught myself English، I taught myself English. لاحظوا هنا read these warnings and match them to the pictures in exercise A. نشوفوا هنا عندنا ال warnings أو التحذيرات، ونحاولوا نوصلوا كل تحذير بالصورة اللي هي تناسبه. عندنا التحذير الأول A، put that down you will cut yourself، put that down you will cut yourself. هنا يعطي فيك تحذير إنه هو ضع هذا جانبا يمكن أن تجرح نفسك، you will cut yourself أو تسبب القطع لنفسك أو تجرح نفسك. هنا put that down you will cut yourself، put that down you will cut yourself. شنو هو الشيء اللي ممكن يسبب لنا القطع أو الجرح؟ زي ما نشوفوا فيها هنا اللي هو picture اللي هي تعبرنا عن knives، السكاكين يمكن أن تسبب لنا القطع أو cut. put that down هو يحذر فيك هنا، قال لك ضع هذا جانبا you will cut yourself، يمكن أن تسبب قطع لنفسك أو جرح لنفسك. هنا التحذير الأول A، ياخذ picture number 5 اللي هي knives. نشوفه مع بعض هنا التحذير الثاني B، don't drink that you will make yourself sick، don't drink that you will make yourself sick. شن هو الشيء اللي قلنا أنه هو ممكن يسبب لنا المرض اللي هو لما ناخدوه بدون استشارة طبيب اللي هو الميديسن. ميديسن هنا ممكن يسبب لنا أمراض لو أخذناه بدون استشارة الطبيب. Don't drink that you will make yourself sick. So التحذير هذا يجينا مع البيكتشر اللي هي تعبرنا على الميديسن هنا، بيكتشر نمبر 3. Don't drink that you will make yourself sick، يعني قال لك لا تشرب هذا أو لا تأخذ هذا لأنه يمكن أن يسبب لك المرض. Don't drink that you will make yourself sick. لاحظوا هنا أن احنا استخدمنا الريفلكسيف بروناون you will make yourself، يعني أنت ممكن أنت تسبب لنفسك، you أنت الفاعل وممكن أنت تكون المفعول به الأوبجكت. So you will make yourself، you will make yourself، you هذا الضمير اللي هو السابجكت يعبر عليك أنت، yourself ضمير reflexive pronoun ويعبر عليك أنت نفس الشيء اللي هو نفسك، you will make yourself sick. نشوفه هنا التحذير C، don't go to the pool alone you will
drown yourself. Don't go to the pool alone, you'll drown yourself. قال لك لا تذهب إلى حوض السباحة هنا لوحدك، ممكن أن تغرق نفسك. يعني ضروري ما تمشي مع adult أو شخص يكون كبير، لأنك لو تمشي بروحك ممكن تسبب الغرق لنفسك. هنا زي ما نشوفه يعني التحذير سي اللي هو ياخذ بيكتشر نمبر 6 اللي هو البول. هنا بول يعني حوض السباحة. Don't go to the pool alone يعني لا تذهب إلى حوض السباحة بمفردك. You will drown yourself يعني يمكن أن تغرق نفسك. وهنا لاحظنا أن استخدمنا reflexive pronoun مرة ثانية. أوكي، عندنا التحذير دي Don't play with matches, you will burn yourself. Don't play with matches, you will burn yourself. يعني قال لك لا تلعب بعيدان الثقاب، يمكن أن تحرق نفسك أو يمكن أن تسبب الحرق لنفسك. Burn يعني تحرق. You will burn yourself. هنا Don't play with matches, you will burn yourself. هنا زي ما نشوفه التحذير اللي هو دي ياخذ picture number 2 اللي هي matches. Don't play with matches, you will burn yourself. You will burn yourself. So it's matches. هنا زي ما نلاحظوا ان استخدمنا you كsubject و yourself كobject اللي هو تعبر على نفسك reflexive pronoun. نشوفوا مع بعضنا هنا التحذير E. Don't touch those, you will cut yourself. Don't touch those, you will cut yourself. لا تلمس هذه، يمكن أن تسبب الجروح لنفسك أو القطع. زي ما نشوفه هنا شن هي الشيء اللي سبب لنا الجروح من غير النايفز زي ما قلنا عليه اللي هم البروكن جلاسز. أوكي، تو عندنا تحذير F. Don't put down on your head, you will kill yourself. Don't put that on your head, you will kill yourself. شن هو الشيء اللي مفروض احنا ما نحطوش على راسنا؟ Don't put that on your hand, on your head يعني لا تضع هذا على رأسك. You will kill yourself يعني ستسبب القتل لنفسك أو ستقتل نفسك. زي ما قلنا اللي هي plastic bags أو الأكياس البلاستيكية لو نحطوها على راسنا ممكن تسبب لنا الموت، يعني الاختناق والموت. نشوف exercises from workbook page 76. Exercises from workbook page 76. Listen to warnings to children. يعني تحذيرات للأطفال. Complete the table. نكملوا الجدول مع بعضنا. These words with self added are called reflexive pronouns. قال لك الكلمات هذه لما نزيدوها self or selves لما تبدأ plural تتحول لreflexive pronoun أو الضمائر العكسية زي ما تكلمنا عليها. هنا myself يعني نتكلم على نفسي، أنا نفسي myself نفسي. Your كيف تبدأ your self يعني نفسك أنت نفسك. Him نزيدوها self نفس الشيء تبدأ نفسه himself. هنا نتكلموا هذا كله نتكلموا على singular على الشخص الواحد، نتكلموا على singular شخص واحد. Myself نفسي، yourself أنت نفسك، himself نفسه، her self أو نفسها اللي هي الأنثى she herself يعني نفسها. هذه كلها singular reflexive pronoun أو الضمائر العكسية لما تكون في حالة المفرد أو singular. لما تكون في حالة plural زي ما نشوفه فيها هنا ourselves نزيدوا كلمة selves هي هذه بس نزيدوها selves تبدأ ourselves اللي هم يعني نتكلموا علينا احنا ourselves يعني أنفسنا نحن أنفسنا. yourselves أنتم مجموعة yourselves أنتم. themselves هم. themselves أنفسهم. themselves لهم أنفسهم. Why are the things in box 1 dangerous for children? Why are the things in box 1 dangerous for children? Write sentences, use the verbs in the box 2. Write sentences, use the verbs in the box 2. Box 1, glass, matches, medicine, knives, bowls, plastic bags. Glass, matches, medicine, knives, bowls, plastic bags. هذه الأشياء اللي ممكن تسبب لنا أضرار أو خطر. اللي هم زي ما قلنا glass اللي هم الزجاج. Broken glass يعني الزجاج المكسور. Matches اللي هم عيدان الثقاب. Medicine الأدوية. Knives السكاكين. بولز اللي هم أحواض السباحة وبلاستيك باجز اللي هم الأكياس البلاستيكية. هنا
زي ما نشوفه مع بعض glass can cut them. glass can cut them يعني الزجاج يمكن أن يجرحهم أو يقطعهم. هذه الكلمة الأولى استخدمنا الشيء اللي هو glass، استخدمنا معه الفعل اللي هو cut يقطع. cut يقطع. glass can cut them يعني السكاكين يمكن أن تسبب قطع لهم أو قطع للأطراف عندهم. توم ناخذ الكلمة الثانية اللي هي matches. matches can burn them يعني أيدان الثقاب يمكن أن تسبب الحروق لهم. matches can burn them يعني أيدان الثقاب يمكن أن تسبب الجروح لهم. نشوفوا مع بعضنا هنا medicine can make them sick. medicine can make them sick يعني الأدوية يمكن أن تسبب لهم المرض أو تجعلهم مرضى. medicine can make them sick. هنا knives can cut them نفس الشيء. هنا السكاكين يمكن أن تسبب القطع أو hurt. can hurt نقدر نبدله كلمة cut with hurt. تبدأ knives can cut them أو knives can hurt them. knives هنا knives اللي هي جمع، knife اللي هو سكين واحد اللي هو singular. knives هنا اللي هي جمع متاعها يعني السكاكين. can cut them هنا knives. knives not knife. knives. knives can cut them. هنا نشوفوا مع بعضنا bulls can drown them يعني الحواض السباحة يمكن أن تسبب الغرق لهم. bulls can drown them. bulls can drown them يعني أحواض السباحة يمكن أن تجعلهم يغرقون. drown يغرقون. drown them. هنا الأخيرة plastic bags can kill them. plastic bags can kill them يمكن كان هنا يمكن أن تسبب لهم يعني أو من الممكن أن تقتلهم. kill them تقتلهم. plastic bags can kill them. زي ما نشوفوا هنا reflexive pronouns تكلمنا عنهم. in this in self singular or self في حالة plural يعني تنتهي بكلمة self لو هو الضمير اللي نتكلم عليه يكون singular مفرد، وتنتهي بكلمة selves لو الضمير اللي نتكلمه عليه plural. So reflexive pronouns تنتهي بكلمة self في حالة singular وتنتهي بكلمة selves في حالة plural أو الجمع اللي هو الضمائر العكسية. زي ما قلنا self اللي هم singular اللي هم myself أنا نفسي، yourself أنت نفسك، himself نفسه الضمير الغائب المفرد المذكر، herself هي الضمير المؤنث الغائب المفرد. sorry. okay. itself للانيمال لغير العاقل. itself اللي هو نفسه للانيمال او الغير عاقل. الضمائر الريفلكسيف برونونس في حاله البلورال اللي هم ourselves انفسنا، ourselves، yourselves نتكلم على مجموعه اشخاص المخاطب الجمع، yourselves انفسكم، yourselves، themselves الضمير اللي هو themselves اللي هو الضمير الجمع الغائب، themselves انفسهم. so عندنا we have eight reflexive pronouns: myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves, themselves. using reflexive pronouns means you don't have to repeat the subject. زي ما تكلمنا قلنا ان احنا نستخدم reflexive pronouns لما يبدا ما فيش حاجه او باش ما نحتاجوش ان نعاودوا السبجكت مره ثانيه، يعني ما نستخدموش السبجكت اكثر من مره في الجمله. the subject and object equal يعني السبجكت والاوبجكت اللي هو الفاعل والمفعول به يكونوا نفس الشخص، وباش ما نعاودوش مره ثانيه ما نستخدموش السبجكت مره ثانيه نستخدموا reflexive pronouns. You might injure yourself. You might injure yourself. يمكن أن تجرح نفسك. You might أنت يمكن أنت هنا هو السبجكت. You might injure yourself. وفي نفس الوقت أنت هو الأوبجكت. يمكن أن تجرح نفسك. أنت الشخص اللي ممكن أنه هو يقوم بالفعل الفاعل، وفي نفس الوقت أنت الشخص اللي ممكن أنه هو يتلقى الإصابة أو هو الشخص اللي يتلقى الفعل هنا يعني الأوبجكت. So أنت subject والobject في نفس الوقت. You might injure yourself.
أنت من الممكن أن تجرح نفسك. I saw myself in the mirror. I saw myself in the mirror. يعني أنا نظرت أو شفت نفسي في المرآة. I saw myself in the mirror. أنا وقفت قدام المرآة وشفت نفسي في المرآة. يعني أنا الشخص الفاعل اللي هو قام بالرؤية. I saw myself. Myself هو الشخص, هو الأوبجكت أو هو المفعول به, أو هو اللي تلقى فعل الرؤية اللي هو myself. يعني أنا رأيت نفسي في المرآة. أنا نتكلم I ضمير البروناون العادي, وmyself I saw اللي هو الفعل saw هنا, myself اللي هو الريفلكسيف بروناون أو نتكلم على نفسي الضمير, نتكلم على نفسي. I saw myself in the mirror. أحمد sent himself a copy. أحمد send himself a copy. يعني أحمد أرسل لنفسه. أحمد هو الشخص اللي قام بالإرسال, وفي نفس الوقت هو الشخص اللي تلقى الرسالة. يعني هو السابجكت اللي قام بالفعل الفاعل, وفي نفس الوقت هو الأوبجكت اللي هو المفعول اللي هو تلقى الرسالة اللي هو المفعول به أو تلقى الفعل هنا. So استخدمنا reflexive pronoun. Reflexive pronoun في حالة الضمير المفرد الغائب أو singular الغائب. أحمد اللي هو نتكلم عليه شخص اللي هو أحمد. أحمد هو السابجكت. send اللي هو الفعل send himself a copy. يعني أحمد أرسل لنفسه himself لنفسه. يعني هو عاد عليه الفعل, يعني هو المفعول به في نفس الوقت. أحمد send himself a copy. هنا استخدمنا reflexive pronoun. نشوفه هنا اللي هو نشوف أن السابجكت اللي هو you, الأوبجكت yourself, السابجكت اللي هو I, الأوبجكت اللي هو yourself, السابجكت هنا اللي هو أحمد, الأوبجكت اللي هو himself. Reflexive pronouns may also be used as the object of a preposition. يعني الضمير, الضمائر العكسية يمكن أن تستخدم أيضا as the object of the preposition. يمكن أن تستخدم أيضا كمفعول به. He made a cup of coffee for himself. He made a cup of coffee for himself. هنا نشوفه مع بعضنا إن هي هو السابجكت, هو الشخص اللي قام بالفعل, وهنا الأوبجكت اللي هو himself. يعني هو أعد لنفسه كوبا من القهوة. هو أعد لنفسه كوبا من القهوة. هي هو الفاعل subject made a cup of coffee. هذا الفعل اللي صار إنه هو أعد كوب من القهوة. لمن أعد الكوب هذا؟ أعد لنفسه, يعني لنفسه, يعني أعد هذا الكوب لنفسه. He made a cup of coffee for himself. يعني هو الشخص اللي قام بالفعل اللي هو إعداد القهوة, وفي نفس الوقت هو اللي شرب القهوة أو اللي خذ القهوة, فهو أعد القهوة لنفسه, يعني هو اللي تلقى الفعل. She did the job by herself. She did the job by herself. هنا نشوفه زي ما نشوفه هنا إن الشي هنا هي السابجكت أو هي الإنسانة اللي قامت بالفعل هنا. She did the job by herself. هي قامت بهذا العمل بنفسها أو بنفسها, يعني قامت بالفعل هذا بنفسها. هي اللي قامت بالفعل. She did the job by herself. She did the job by herself. يعني هي قامت بالفعل بنفسها. Herself يعود عليها هي, نفس الشخص اللي هي قامت بالفعل. إلى هنا نصل معكم إلى نهاية هذا الدرس. أتمنى من الله أن تكونوا قد استوعبتموه, وإلى اللقاء في الدرس القادم إن شاء الله.